تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء عقد سعاده السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعه والتجاره والسياحه اجتماعا موسعا مع اعضاء غرفه تجاره وصناعه البحرين وممثلي شركات الاغذيه الرئيسيه في مملكه البحرين وذلك للوقوف على مستجدات المخزون الغذائي والتاكيد على اهميه توافرها بشكل مستمر وفق معطيات الوضع العالمي لفيروس كورونا مستجد من منطلق التشارك في تحمل المسؤولية المجتمعية في ظل الظروف غير العادية التي تمر بها مملكة البحرين ودول العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد جاء هذا الاجتماع للتأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لضمان استمرارية عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين وتوفير المخزون الغذائي بشكل كاف لمدة لا تقل عن ستة أشهر كان هذا اللقاء بين سعادة جمع بين سعادة وزير ومع السادة التجار الذين تم فيه طمأنة الجميع بتواجد وتوفير المخزون الغذائي في مملكه البحرين لهذه الفتره. ايضا اكد اليوم الموردين واصحاب المحلات التجاريه المواد الغذائيه بتواجد البضائع بوفره ولديهم ايضا مخزون يكفي متطلبات السوق البحريني. حرص الحكومه الموقره ووزاره الصناعه والتجاره والسياحه على وضع كافه الاليات والتدابير المتطوره جاءت بهدف تجنيب السوق البحرينيه من اي نقص والعمل بشكل متكامل مع كافه الاطراف المعنيه لاحتواء وتقليل اي انعكاسات لهذا التحدي العالمي وذلك عبر مشاركه وطنيه اكدها اصحاب الاعمال والتجار في مملكه البحرين اليوم المسؤوليه مسؤوليه مشتركه مسؤوليه مجتمعيه بين الحكومه بين التجار المجتمع الاهلي المواطنين كلنا نعود وصغير المفروض ان احنا نتعاون في ظل هذه الازمه اللي القت بظلالها على العالم احنا كتجار اغذيه جاهزين وهذا الوقت اللي يطلع فيه لوننا وهذا الوقت اللي يطلع فيه مدى استعدادنا احنا نتعاون مع الحكومه على اساس ان المواطنين ما يصيدهم هلع ولا يصيدهم خوف لا خوف الغذاء موجود لحد اليوم الغذاء موجود لستة أشهر راح نضاعف عدد الـ عدد الـ 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 الاستيراد كل الطرق مفتوحة لعملية انسياب السلع الغذائية وبالتالي ليس هناك أي نقص لأي سلعة غذائية والكميات اللي متوفرة في مملكة البحرين تفي الاستهلاك لأكثر من ستة أشهر. فبالتالي ليس هناك اي مبرر او داعي للتهافت على التخزين الغير داعي له في هذه الظروف. سعاده وزير الصناعه والتجاره والسياحه وجه الفريق المختص بالوزاره للعمل على تعزيز التعاون مع كافه تجار الاغذيه لمواصله توفير السلع الاساسيه لكافه المستهلكين بالمملكه وذلك بكل يسر وسهوله واكد ايضا ان الوزاره فاتحه ابوابها لمساعده جميع التجار واصحاب الاعمال في حال واجهوا اي صعوبات او تحديات مسؤولية مجتمعية تتشارك فيها جميع فئات المجتمع بما فيهم التجار واصحاب الاعمال وذلك بهدف توفير مخزون من المواد الغذائية يكفي لمدة ستة اشهر طمأنة للمواطن والمقيم الكريم وايضا كخطة احترازية ضمن الخطة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. يحيى العمري لمركز الاخبار تلفزيون البحرين.